مساء الخير، رح نحكي اليوم عن النباتات الخارجية والظروف البيئية اللي بتحتاجها، نتعرف على أنواعها ونعرف كيف نهتم فيها. هي النباتات هي من النباتات المتحملة للظروف المناخية الصعبة من رياح شديدة وارتفاع وانخفاض بدرجة الحرارة، تحتاج لأشعة شمس مباشرة وقوية لحتى تنمو بشكل جيد. نستخدمها بتزيين وتنسيق الحدائق المنزلية والحدائق العامة، بتضم أشجار وفجيرات، نباتات مزهرة، نباتات طبية وعطرية، منها متساقطة الأوراق ومنها بتكون دائمة الخضرة. طريقة صحيحة لري النباتات الخارجية بتتعلق بالوقت من السنة، حاجة النباتات للماء ونوع النبات. بالنسبة لفصل الصيف بتحتاج لري بشكل يومي، أما بحال وجودة موجة حر شديدة فبعض الأنواع النباتية بتحتاج لترطيب مرتين باليوم. بالنسبة لفصل الشتاء بتقل حاجتها للماء، في أنواع نباتية بتحتاج كل 3-4 أيام ري مرة واحدة، أنواع نباتية من أسبوع لـ10 أيام ري مرة واحدة. كيف نعتني بالنباتات الخارجية؟ نتفقد النبتة من كل فترة والتانية، نزيل الأجزاء المصابة، نتخلص من الورقة الصفراء أو الميتة. كمان النباتات الخارجية هي أكثر عرضة للحشرات، منرشها بمبيدات وقائية لحتى نتفادى حدوث هذا الشيء. نزيل الأفرع المتشابكة، منقلم الأشجار ومنشذبها لحتى تبقى بصورة حلوة على طول. تسميد النباتات الخارجية، الأسمدة المضافة للنباتات الخارجية هي الأسمدة العضوية والصماد المتوازن NPK من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، بالإضافة للعناصر الصغرى بحال لاحظنا وجود نقص بالعناصر على النبتة. وقت التسميد أكثر وقت تستفاد من النباتات الخارجية هي خلال موسم النمو من بداية الربيع، أما بالشتاء فبتقل حاجتها للسماد. خلونا نتعرف فوراً على أنواع النباتات الخارجية، عن الكموكواتي اللي هو من الحمضيات، عن اللجهة النمية المعروفة بالمجنونة اللي هي من النباتات الخارجية المتسلقة بتعطينا أزهار ملونة وكتيرة بتضيف لنا جمالية على البيت، عن الأشجار الحرازية سرو سنوبر لايلندي عفاص كازورينا، عنا من النباتات الخارجية المزهرة من الموسمية ومنها دائمة الخضرة، في عنا الكريزانتيميا اللي هي من نباتات النهار القصير اللي بتحمل برد كتير وبتنمو بشكل سريع، وفي المنتور الفيربينيا القرنفل وترمى السمكة. من النباتات الخارجية الطبية والعلاجية عنا الروزمارينا أوفيسيناليس إكليل الجبال المليسة الميرمية، من النباتات المتسلقة عنا الهيدرا والياسمين، من النباتات المتدلية عنا الموسيليا، ما بننسى أنواع النخيل والنباتات المثمرة الحمضيات لوزيات تفاحيات. هذا كان كل شيء لليوم، بلتقى فيكم بالحلقات الجاية، بشوفكم بخير.